شو وين السيارة؟ طارت. كيف يعني طارت؟ رجعت لصاحبها. بس انت قلت لي على التليفون انه اتصل فيي قبل نص ساعة وقال انه بحاجة للسيارة، قل له ما تاخذها. معناتها انا راجع على البيت. ليش؟ لأنه ما بقدر امشي معك بالشارع، بركي حدا شافنا. وليش لنتمشى بالشوارع؟ خلينا نروح على الاستوديو اللي قلت لك عليه. ايوه قول هيك من الأول. شو قصدي؟ قصدي انه السيارة ما طلبها رفيقك، انت قلت له ما بدك اياها، لأنه في براسك موال. موال؟ ايه موال. لؤي انا قلت لك ماني صغيرة وبفهم قدك على 100 مرة. لك هلا انت ليش هيك نيتك عاطلة؟ انا ولا انت؟ هلا اذا كنت حريص على سمعتك قلت لك خلينا نروح على الاستوديو مشان ما حدا يشوفنا مع بعض بكون نيتي عاطلة؟ وانت ليش مصر تسميه استوديو مو بيت؟ لانه البيت وقت بيكون غرفة وحدة بسموه استوديو. وانا على الاستوديو ماني رايحة بخاطرك. لك طولي بالك سيدرا ولو بلا الاستوديو لك عمره.